بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، أسعار الدولار ارتفعت بشكل كبير، 153 دولار مقابل 100 دولار. هل تتجه الأسعار للارتفاع مجددا؟ شكرا جزيلا. هو الحقيقة يعني هذه الأربعة أيام اللي مضت لا يمكن القياس عليها لارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه، لأنه كانت عطلة رسمية، والخميس والجمعة والسبت هي عطلة البنك المركزي بعدم البيع. الأمر ربما تتضح رؤاه بعد يوم الأحد أو يوم الاثنين على الأكثر. هذه المصارف مثل ما أشار بيان البنك المركزي تستحوذ على 8% من مبيعات النافذة لغرض التحولات الخارجية، لأن معظم التجار تحولوا في عمليات التحويل الخارجي إلى 4 أو 5 مصارف لديها شراكات مع مصارف عالمية ولديها بنوك مراسلة. هذه المصارف الـ14 معظمها مصارف صغيرة، معظمها لا تمتلك المصارف المراسلة مثل المصارف الـ4 أو الـ5. أهمية هذه المصارف أنه كانت تستلم لغرض البيع النقدي ولديها شركات صرافة كبرى منتشرة في معظم مناطق العراق، فمسألة البيع النقدي كانت هي من تسيطر على هذه المنافذ، وبالتالي ارتفع سعر البيع النقدي بالسوق الموازي نتيجة هذا الاضطراب ونتيجة حرمان. طيب دكتور المشهداني، يعني حسب ربما تصريح البنك المركزي، هذه المصارف ربما تمثل فقط ما يقارب 8% فقط من منصة شراء الدولار. كيف نشرح ربما انخفاض سعر الدينار السريع؟ ألا يجدر أن يحصل العكس أو على الأقل ثبات سعر الصرف؟ لا، هو أنا حقيقة فسرت هذا الموضوع. 8% من الحوالات والاعتمادات الخارجية اللي تمر عبر المنصة، لكن هذه المصارف لها حصة مهمة من البيع النقدي. يعني إحنا البنك المركزي يبيع متوسط البيع النقدي كان يتراوح بين 20 مليون يومية وبين 60 مليون، وفي بعض الأحيان وصل إلى حد 80 مليون. وهذه المصارف هي أيضا مسؤولة عن إصدار البطاقات الفيزا كارت والماستر كارت اللي كان القواتنا الأمنية والحرس اللي موجودين في المنافذ الحدودية وفي المطارات كان يمسكون بين يوم ويوم أشخاص يمتلكون عشرات البطاقات. طبعا هذه واحدة من الأسباب اللي دفعت معاقبة هذه المصارف. هسه من أي مصرف طلعت ما نعرف، لكن هي من هذه المصارف. فالتأثير هنا تأثير أنه البيع النقدي والبطاقات المزورة اللي كانت تصدر لأشخاص بأعداد كبيرة، هذا اللي يأثر على سعر السوق الموازي. أما سعر الصرف الرسمي اللي يجري عن طريق النافذة مستقر. نعم. طيب دكتور، ربما نتساءل الآن عن خيارات الحكومة اليوم للتحكم بالأسعار. هو شوفي، يعني هذه حتى تكون معلومة واضحة، عملية الارتفاع بالسوق الموازي لأنه الكثير من التجار يشترون من السوق الموازي حتى وإن صار ب170 وإن صار ب200 هم راح يبقون يشترون من السوق الموازي لتمويل تجارتهم من دول مشمولة بالعقوبات اللي هي إيران والعراق، يستورد منها من 8 إلى 10 مليار سنويا. وآخر تقرير صدر أنه 3 أشهر الأولى من عام 2023 العراق استورد، القطاع الخاص استورد ب2,300,000,000 دولار منتجات زراعية وصناعات غذائية. وكذلك الحال تركيا أيضا مشمولة بالعقوبات اللي نستورد بحدود 12 إلى 14 مليار، يعني دولتين 20 مليار اللي تقريبا يشكل 25% من استيرادات العراق. هذه كلها تتم من طريق الشراء من السوق الموازي، فلا يمكن السيطرة على سعر الصرف ما لم يحل مشكلة التجارة مع بلدان الجوار المشمولة بالعقوبات. طيب دكتور، البعض يتحدث ربما عن حلول أخرى، ويقول أن الحلول حسب البعض تكمن في إصلاح ربما سلوكيات هذه المصارف التي شملها هذا التعميم بدل من هذا الإجراء المباشر. السؤال يطرح نفسه هنا، هل تم ربما منح هذه المصارف الوقت اللازم لتنضب وفق الشروط اللازمة؟ نعم، تم منحها وقت مناسب وكافي لإصلاح وضعها، لأنه أنا أتذكر جيدا عندما تم معاقبة الأربعة مصارف في يوم 2/11 من عام 22، بعد 20 يوم أو 25 يوم تم اجتماع ممثل الخزانة الأمريكية وممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي في مقر السفارة الأمريكية بممثلي هذه المصارف ومدراءها التنفيذية، وحذرهم بأنه هذه المصارف ربما تدرج على قائمة العقوبات إن لم
يلتزموا بمعايير الامتثال العالمية وآلية التحويل الدولي الخارجي. وهذا الأمر ليس مخفياً، وهذا الأمر تم الإعلان عنه وتحدثوا عنه كثير وتحدثنا عنه كثيراً أنه هذا اللقاء. فإذا من الشهر 11 تم تحذيرهم، لماذا لم يلتزموا؟ بالعكس خرقوا كل القواعد الموجودة عندما أصدروا عشرات البطاقات لأفراد تمسكها بالمطارات وبالمنافذ الحدودية. كنا نتذكر هذا الموضوع، لكن المشكلة ماكو إفصاح وماكو شفافية بآليات التحقيق أنه هذه البطاقات مين تصدر، كانت من أي مصرف، وما هي الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي ضد هذه المصارف ومعاقبتها. يعني المشكلة ماكو شفافية، كان المفروض البنك المركزي يكون أكثر شفافية، وكان المفروض البنك المركزي يبادر قبل البنك الاحتياطي الفدرالي بمعاقبة هذه المصارف.